تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الإخباري أخبار الظهيرة. في عدد اليوم حديث عن حملة تحسيسية بشعار كول قومت بالدرش خاصة بشهر رمضان ضد التبذير الغذائي، أطلقتها وزارة البيئة والطاقات المتجددة بالتعاون مع الكشافة الإسلامية الجزائرية والمجلس الأعلى للشباب والمصعد الوطني للمجتمع المدني. ولظاهرة التبذير أبعاد اقتصادية لابد أن نتوقف عندها بالتحليل والنقاش للبحث في انعكاساتها على الاقتصاد الوطني التي بدورها ستؤثر على الحياة المعيشية للفرد والأسرة والمجتمع. وفي ظاهرة اليوم حديث أيضا عن الاستراتيجية الجديدة للبحث العلمي تقوم على إيجاد الابتكارات وتسويقها. إلى جانب هذه الملفات مواعيدنا الإخبارية القارة، ابقوا معنا إلى تمام الرابعة. إذا كان شهر رمضان شهرا للعبادة والإكثار من الخير وفرصة لتقرب الفرد من ربه، إلا أنه يسجل خلال السنوات الأخيرة بروز بعض السلوكيات والعادات الاستهلاكية السلبية تبتعد عن المغزى الحقيقي للصوم. وللتحسيس بخطورة الظاهرة أطلقت وزارة البيئة والطاقات المتجددة حملة وطنية تحسيسية خاصة بشهر رمضان ضد التبذير الغذائي، وذلك بالتعاون مع الكشافة الإسلامية الجزائرية والمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني. المبادرة ترمي بشكل رئيسي إلى التقليل من هدر الطعام وتشجيع على العطاء والمشاركة وتعزيز الاستهلاك الواعي ونبذ السلوكات التي من شأنها الإضرار بالمحيط وأبرزها الاستهلاك المفرط والرمي العشوائي للنفايات. وللحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة السيدة عاشور حياة، رئيسة دائرة التربية والتحسيس بالمعهد الوطني للتكوين البيئية التابع لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. سيدتي أهلا بك وشكرا على قبول دعوة البرنامج. شكرا لكم على الاستضافة، وممثلة عن وزارة البيئة والطاقات المتجددة، رمضان كريم لكل مشاهدينا الكرام وكل الأمة الإسلامية. شكرا. بداية، وكما سبق وأن ذكرت، حملة وطنية تحسيسية تم إطلاقها من قبل وزارة البيئة والطاقات المتجددة بمناسبة شهر رمضان الكريم. نتحدث عن محتوى هذه الحملة التحسيسية في ظل حاجة ماسة لآليات جديدة وأكثر فعالية لتعزيز العمل التحسيسي في هذا الشهر الكريم. شكرا جزيلا. نعم، وزارة البيئة والطاقات المتجددة أطلقت حملة وطنية على مستوى الوطني بالشراكة مع الكشافة الإسلامية ومجلس الأعلى للشباب وكذا المرصد الوطني للمجتمع المدني. كانت الانطلاقة من الوزارة البارحة بحضور كل فعاليات المجتمع المدني، كل إطارات الوزارة ومختلف الكشافة الإسلامية أيضا كانت حاضرة بقوة معنا. الحملة من أجل الحد من التبذير الغذائي وكذلك الحث على السلوكيات عقلانية خلال هذا الشهر رمضان، تحمل شعار كول قومت بالدرج. هذه الحملة سوف تشمل كل ولاية الوطن من خلال دور البيئة التابعة لوزارة البيئة والتابعة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية وكذا مديريات البيئة. طيب، نتحدث عن البرنامج، هل تلجؤون إلى العمل الميداني؟ هل يتم توزيع مثلا مطويات؟ هل هناك ندوات؟ نتحدث عن فحوى البرنامج. نعم، لقد سطر المعهد الوطني للتكوينات البيئية اللي هو مؤسسة تابعة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، للمهام الرئيسية اللي يقوم بها هي التكوين، التحسيس والتربية البيئية. ونعلمك أن المعهد الوطني للتكوينات البيئية لديه ملاحق على مستوى الوطني هي 41 دور البيئة لتقوم بنفس المهام اللي يقوم بها المعهد الوطني على مستوى الجزائر العاصمة من خلال إبراز الجانب البيئي في المجتمع وتحسيس المواطنين من خلال عدة برامج نقوم بها. من أهم البرامج اللي قام بها المعهد الوطني للتكوينات البيئية خلال هذا الشهر الكريم هو الحملة الوطنية للتحسيسية ضد التبذير الغذائي، اللي سطرنا له برنامج من خلال الخرجات البيداغوجية والتحسيسية اللي نقوم بها للأسواق، المتاجر وأيضا المراكز التجارية، من بالشراكة أيضا من جمعيات والكشافة الإسلامية و
الشباب اللي كانوا حيحضروا معنا في كل هذه الخرجات البيداغوجيه اللي نقوموا بالتحسيس الجواري للمختلف شرائح المجتمع. الحمله اللي سطرنا لمختلف شرائح المجتمع، للجمهور العريض، ايضا لفئه هامه هي الاطفال. كما تعرف فئه عمريه محدده الاطفال بطريقه تحسيسيه تربويه هادفه، من خلال تعرفوا الاطفال الحين في عطله، وعندنا دور البيئه تحتضن النوادي البيئيه، هي النوادي البيئيه منصبه على مستوى المؤسسه التربويه. نحن تحتضن دور البيئة هذه النوادي البيئية من خلال مشاركتهم في عدة نشاطات تربوية، من خلال ورشات بيداغوجية لتهدف إلى إعادة تدوير هذه البقايا الطعام، ايضا اعاده تدوير النفايات العضويه من خلال القاء الاطفال ما هو التسميد العضوي او الكومبوستاج، بالكين تقنيات اعاده تدوير هذه النفايات اللي عندها حياه اخرى لا ترمى ايضا في سله المهمات، اللي نقدروا نستغلوها في اشياء، نلقنوا الاطفال هذه التقنيات بالتربيه البيئيه. ايضا حضرنا في خلال هذه الحمله، ايضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حضرنا ومضات إشهارية لافتات تحسيسية، أيضا شاركونا مؤثرين ومشاهير اللي عندهم رسالة يقدروا يبصروا تأثير على المجتمع وتأثير على الجمهور اللي يشاركونا. كما قلت لك الحملة الوزارة أطلقت الحملة بالشراكة مع مختلف فعاليات المجتمع المدني من الكشافة والمجتمع المدني، الجمعيات اللي لها دور أساسي وهي الشريك الفعال لتعمل مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة وكذا المعهد الوطني للتكوين البيئة على مستوى الوطني. كل الجمعيات اللي كانت حاضرة معنا البارحة في الانطلاقة من مقر الوزارة عندها مكاتب ولائية اللي حتقوم البرنامج معنا ترافقنا في كل هذا البرنامج اللي حنقوم به إن شاء الله للحد من التبذير الغذائي. من بين الآليات التي تم استخدامها والاعتماد عليها خلال هذه الحملة من خلال البرنامج الموجود أمامي هنا، توزيع أيضا قرص مضغوط يحتوي على نصائح وإرشادات ووصفات لكل أو لأكل باستخدام بقايا الطعام، نتحدث عن محتوى هذا القرص. نعم، نحن قلت لك في هذا البرنامج قمنا بتحضير مختلف الآليات التحسيسية نتقربوا منها للجمهور. حضرنا من طرف مختصين في التغذية وصفات إعادة تدوير هذه البقايا الطعام، من خلال كاين وصفات لأجدادنا كما نقولوا السفيريه لاعاده استرجاع هذه البقايا الطعام كما الخبز، اللي نقدروا نديروا منه وصفات عديده اللي يقدر يستهلكها المواطن. كاين هذا القرص المضغوط حضرناه وحنوزعوه في كل الخرجات البيداغوجيه اللي نقوموا به لمختلف الزوار للمراكز التجاريه او الاسواق اللي حنكونوا فيها في كل النقاط اللي حضرنا لها في هذا الاطار البرنامج. غدا ان شاء الله عندنا نقطه على مستوى المركز التجاري لباب الزوار، دنا برنامج على مستوى المركز بشراكة أيضا ما يكونوا حاضرين معنا الكشافة الإسلامية من خلال الأطفال يكونوا حاضرين معنا. تعرفوا الكشافة الإسلامية هي مدرسة لكل جهاز معروف بالانضباط ويكونوا معنا في هذه الحملات التحسيسية، أيضا الجمعيات اللي لهم دور مهم خاصة الجمعيات البيئية اللي تنشط في الميدان اللي حتكون حاضرة معنا، وأيضا الشباب من خلال المجلس الأعلى للشباب اللي حيحضروا معنا في كل النقاط من خلال للتحسيس الجواري. ايضا حنا حضرنا صبر اراء اللي حنقوموا به في كل المستوى الوطني، هذا صبر الاراء اللي حضرنا في مجموعه من الاسئله حول السلوكيات الاستهلاك المواطن الجزائري خلال شهر رمضان، من خلال نسالهم حول عدد كميات الاطعمه اللي يستهلكوها، عدد شراءكم عدد من الخبز في رمضان، عدد ايضا كميه النفايات اللي يخرجوها يوميا باش تكون عندنا احصاء حول في الكم الاستهلاكي للمواطن الجزائري خلال هذا الشهر. على اي اساس تم اختيار هذه الاسئله الموجهه للمواطنين لاجراء صبر الاراء؟ اخترناها من خلال لاعداد اليات تقييميه نعرفوا من خلال استهلاك المواطن كميه النفايات للشعب الجزائري والمواطن الجزائري يقوم باخراجها يوميا، ومنها نقوم باعداد تقييمي لهذا الشهر الكريم من اجل تعديل اليات تسيير هذه النفايات. كما تعرفي ان في الجزائر عندنا النفايات اكثر من 60% من نفايات عضويه،
للنفايات العضوية على غرار النفايات البلاستيكية والنفايات الكرتونية. النفايات العضوية لها كمية كبيرة للمواطن الجزائري يخرجها في الحاويات اللي تروح للمراكز الرسم التقني، منها هاد النفايات العضوية لها حياة أخرى وهي التسميد العضوي من خلال عملية الكومبوستاج. نشجعوا بها، نشجعوا كل الحاملين المشاريع الشباب لاستغلال هذه هذه النفايات من أجل خلق مناصب عمل، يقومون بشركات مصغرة في هذا الميدان. كيف يمكن اليوم تشجيع الشباب أو تكوين الشباب على مستوى المعهد حاملي المشاريع في مجال تدوير النفايات تحديدا؟ نعم، نحن المعهد كما قلت لك، نحن المهام الأساسية هي التكوين. عندنا تكوينات بيئية في مختلف المواضيع اللي قمنا بها لفائدة مختلف شرائح المجتمع، مؤسسات اقتصادية، جمعيات، صحفيين، نوادي بيئية، أيضا الشباب حاملي المشاريع. المعهد الوطني للتكوينات البيئية يسطر سنويا برامج لمرافقة شباب حاملي المشاريع في المجال البيئة وفي الاقتصاد الأخضر. هناك مجال مواضيع تكوينية من خلال إعادة تدوير النفايات العضوية، من خلال استغلالها في السماد العضوي، استغلالها في الزراعة. هناك مجال نشجع فيه كل الشباب للاستثمار في هذا الميدان من خلال التكوين والمرافقة وتقديمهم الآليات للقيام بمؤسسة مصغرة في هذا المجال، وندعوهم للتقرب من المعهد من خلال صفحتنا على صفحتنا في الفيسبوك، وكاين صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي ليقدروا يعرفوا مختلف المواضيع التكوينية اللي نقدموها أيضا على مستوى مختلف الولايات الوطن، على مستوى 41 ولاية دور البيئة اللي تقربوا منا. حاليا كاين مواضيع تكوينية اللي راهم يقوموا بها يستفادوا منها الشباب في مجال استرجاع النفايات البلاستيكية والكرتون للشباب. عفوا، كاين هناك استثمار في المجال النفايات اللي عندها حياة أخرى نقدروا نستعملوها من أجل تأسيس مؤسسات مصغرة لفائدة الشباب. طيب كيف يمكن غرس هذا الوعي لدى المواطنين بضرورة التركيز على موضوع تدوير النفايات وغرس هذا الموضوع لدى أطفالنا أيضا؟ نعم، احنا من خلال البرنامج اللي نقوم به في التربية البيئية، عندنا في المهام الرئيسية التربية البيئية هي تأسيس النوادي البيئية على مستوى المدارس. هذه النوادي البيئية نقوم لها بعدة ورشات بيداغوجية، خرجات بيداغوجية، خاصة خرجات بيداغوجية نقوم بها للمراكز الردم التقني. الأطفال ما يعرفوش مصير هذه النفايات، النفايات اللي رانا كامل نخرجوها يوميا في الحاويات، ما هي مصيرها؟ نخرجوا الأطفال تاعنا باش يعرفوا مصير هذه النفايات والكمية الهائلة اللي موجودة على مراكز الردم التقني. الأطفال تكون عندهم نرسخوا فيهم ثقافة بلي كاين بيئة في خطر. الأطفال من الصغر يتعلموا كيفية إيصال رسالة إلى أبائهم، عندنا مختلف السلوكات البسيطة اللي نقوموا بها، عملية الفرز الانتقائي للنفايات. السلوكات تبدأ من العائلة، من خلال تلقينهم أسسيات الفرز النفايات، الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر، وعدم رمي العشوائي للنفايات. ايضا من خلال الورشات البيداغوجيه نقوموا للنوادي البيئيه في الرسكله، كاين ورشات بيداغوجيه نقوموا لهم بعدة رسكلات البلاستيك بسيطه. ايضا اطلقنا عده مسابقات وطنيه لفائده الاطفال، لفائده النوادي البيئيه. كان عندنا مسابقه وطنيه لاحسن نادي بيئي في ماده في اعاده رسكله المواد البلاستيكيه، كاين اطفال قاموا باعمال مبهره لاعاده رسكله قارورات في اشياء اللي قد يستعملوها يوميا، ونقصوا من وزن الحاويات للحاويات اللي راهي تترمى في مراكز الرطب التقني. طيب أعود للحملة التي تم إطلاقها أمس، ما مدى أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات والجمعيات المشاركة في هذه الحملة لإنجاح هذه الحملة بشكل أوسع وبشكل أوضح وأكبر؟ نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال. كما تعلمين أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة هو قطاع أفقي، نقوم بكل البرامج وكل الحملات اللي نقوم بها مع مختلف القطاعات ومختلف المؤسسات ومختلف الهيئات. وزارة البيئة ما تعملش وحدها، تعمل مختلف الوزارات. حاليا الحملة اللي أطلقناها مع مختلف الشركاء اللي معنا، حتى على مستوى الولايات اللي رانا التنسيق مع مديرية التجارة، مع مديرية الصحة، اللي راهم يخرجوا في حملات في تحسيس الجواري مع وزارة، مع مديرية البيئة، مع دور البيئة. العمل التحسيسي ينجح بالتضافر كل الجوار.
الجهود. الرساله اللي نقوم بها احنا رساله بيئيه، ايضا في مجال في كاين الجانب الديني، كاين حضور معنا في وزاره الشؤون الدينيه اللي شاركوا معنا في هذه الحمله. الاصلاح مرفوض دينيا وله يؤثر ايضا على صحه المواطن، ولا بد استغلال هذه النقطه لتحسيسها اكثر. اشراك الائمه ايضا، اشراك الائمه كاين في هذه الحمله، قلت اشاركنا عديد من المؤثرين والمشاهير وايضا المرشدين والائمه لاعطاء نصائح، واللي كان عندهم تقرب من المجتمع من خلال الحملات اللي قمنا بهم في كل المواقع، في كل على مستوى المدار دور البيئه، على مستوى الاسواق، على مستوى ايضا مواقع التواصل الاجتماعي، كان هناك مشاركه كل المشاركين معنا، كل فعاليات المجتمع، كل المؤثرين والمشاهير اللي كانوا حاضرين معنا بقوه ولم يترددوا في ارسال رسائل بيئيه هادفه من اجل حد من هذه السلوكيات اللي تتنافى مع السلوكيات وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام في عدم الاسراف في شهر رمضان. وهذا الشهر فريمون شهر طاعه وتقرب من الله ان شاء الله، اللي قدرنا على الصيام والقيام ان شاء الله. طيب سنواصل الحديث معك بعد أن ننتقل إلى غرفة الأخبار وموجز الثالثة، تفضلوا معنا. الثالثة بتوقيت الجزائر، موجز للأخبار. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم. في المستهل تلقى مساء أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيها السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، هنأه فيها والشعب الجزائري بحلول شهر رمضان الكريم. بدوره هنأ السيد الرئيس أخاه الرئيس أردوغان والشعب التركي بذات المناسبة. رئيس الجمهورية التركية الشقيقة جدد شكره للجزائر على وقوفها إلى جانب تركيا منذ الساعات الأولى لكارثة الزلزال الذي ضرب مناطق من البلاد منذ أسابيع، لا سيما الدور الكبير الذي لعبته فرق الإنقاذ للحماية المدنية. وإلى جانب متابعة ملفات التعاون الثنائي، فقد قرر الرئيسان تكثيف ومضاعفة جهودهما معا لنصرة ودعم القضية الفلسطينية. ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم اجتماعا للحكومة تضمن النقاط الآتية. في مجال العدل، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، قدمه وزير العدل حافظ الأختام. وفي مجال الشباب والرياضة، استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول التحضيرات الجارية لتنظيم الألعاب العربية بالجزائر في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 جويلية 2023. وأما في مجال النقل، فقدم وزير النقل عرضا حول إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني. علاوة على ذلك، قدم أيضا الوزير عرضا يتعلق بمشروع إنجاز مركز خدمات الإطعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. وفي مجال المؤسسات المصغرة، قدم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة عرضا حول المقاربة الجديدة المعتمدة لقطاع المؤسسات المصغرة الرامية إلى جعل أداء أجهزة المساعدة أكثر نجاحا. في مجال التعليم العالي، وقعت اليوم جامعة هواري بمدين للعلوم والتكنولوجيا والمدرسة الوطنية لأساتذة الصم والبكم اتفاقية توأمة تهدف إلى توطيد التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مختلف تخصصات البحث العلمي، إضافة إلى تنظيم ملتقيات وندوات وورشات عمل مشتركة بين المؤسستين التعليميتين. تحت عنوان المنظومة الصحية في الجزائر، بين الأمس واليوم نظم مركز المحفوظات الوطنية معرضا للوثائق والصور حول قطاع الصحة. المعرض تخللته مداخلات لمؤرخين وباحثين في التاريخ ومختصين في مجال الصحة، كما تم عرض مختلف الوثائق والصور لأهم المحطات التاريخية التي مر بها قطاع الصحة منذ الاستقلال. في الذاكرة الوطنية وشهر الشهداء، نظمت اليوم جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد منتدى الذاكرة بعنوان شهداء رموز بلا قبور. المنتدى عرف حضورا لعدد من المجاهدين وأبناء الشهداء، أساتذة جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني.
في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 مارس الجاري عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على 5 قنابل خلال عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو. في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 41 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولة إدخال كمية ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب 18 قنطارا و 76 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 63,730 قرصا مهلوسا. وبكل من تمرست وبرج باجي مختار وإنجزام أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 87 شخصا وضبطت 33 مركبة و84 مولدا كهربائيا و46 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن وطنين من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كمية من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عملية التنقيب غير المشروع عن الذهب. في حين تم توقيف 18 شخصا آخر وضبط بندقيتي صيد وكمية ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر ب 367 طنا، وكذا 17 قنطارا من مادة التبغ و 72,000 وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولة تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب 147,485 لترا بكل من برج باجي مختار، سقهرة، الطارف وتبسة. من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 177 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 928 مهاجرا غير شرعي من جنسية مختلفة عبر التراب الوطني. بهذا نصل إلى ختام موجزنا الإخباري، أعود وألقاكم مجددا على رأس الساعة. إلى اللقاء.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى أخبار الظهيرة، وأجدد الترحيب بضيفتي السيدة عاشور حياة رئيسة دائرة التربية والتحسيس بالمعهد الوطني للتكوينات البيئية التابع لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. سيدتي، كنا نتحدث منذ قليل عن أهمية تدوير النفايات في المجال البيئي، ما هي فرص الجزائر اليوم إلى الانتقال للاقتصاد الأخضر؟ سؤال مهم. نعم، إن استراتيجية وزارة البيئة والطاقات المتجددة تصب دائما في تشجيع الاقتصاد الأخضر من خلال إشراك مختلف القطاعات، مختلف المؤسسات، مختلف الهيئات، وتشجيع الشباب على الاستثمار في هذا المجال. من خلال المعهد الوطني للتكوينات البيئية يرافق ويكون الشباب للاستثمار في هذا الاقتصاد الأخضر من خلال تأسيس مؤسسات مصغرة في هذا المجال، وتشجيع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في المجال إعادة تدوير النفايات من خلال تأسيس مؤسسات مصغرة في إعادة تدوير الكرتون، البلاستيك، أو لي حسب الموضوع عندنا اليوم هو إعادة تدوير النفايات العضوية، لأن كمية كبيرة على مستوى الجزائر اللي هي تفوق أكثر من 60% على مستوى الوطني، اللي عندنا شباب استثمروا في هذا المجال. الاستثمار في المجال الاقتصاد الأخضر ما يطلبش أموال باهظة، يطلب استراتيجيات واضحة، يطلب تكوينات مرافقة. المادة الأولية هي النفايات، تعطي شباب يستثمروا في هذا المجال، والجزائر تسعى دائما لتشجيع مختلف الشباب للولوج للاقتصاد الأخضر، اللي هي استراتيجية وزارة البيئة مع مختلف القطاعات. ما هي أهم المجالات التي تهم الشباب اليوم من خلال مختلف المشاريع التي يتم وضعها على مستوى المعهد من طرف هؤلاء الشباب؟ نعم، هناك مشاريع، برنامج يسطره المعهد كل عام لفائدة الشباب، أيضا فائدة الجمعيات يا شباب اللي تنخرط في المجتمع المدني، الشباب اللي نحفزوهم من أجل الاستثمار في مجال يقدر يأسس مؤسسة لتخدم الاقتصاد الوطني، اللي ما تطلبلوش أموال أو إمكانيات من أجل تأسيس هذه المؤسسة المصغرة. على مستوى كل ولايات كان عندنا مؤسسة مصغرة، كان شباب رفقناهم على مستوى الولايات، من مستوى ولاية الباتنة، الواد، كانت عندنا خاصة في الولايات الداخلية اللي كان قاموا بمؤسسات مصغرة ليستفادوا من تموينات من خلال مختلف الآليات اللي عرضتها الدولة لتمويل هذه الشباب في المجال، في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصاد الأخضر، اللي كان وزارة البيئة رافقت عدة مؤسسات، عدة مؤسسات مصغرة، وعدة حاملي المشاريع اللي ستارت اب اللي راهم يجتهدوا من أجل تأسيس هذه المؤسسات لزيادة قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري. أكيد. نعود الحديث عن أهمية التبذير في هذا الشهر الفضيل. الإحصائيات الأخيرة أو الأرقام الأخيرة خلال الخمسة أيام من شهر رمضان، الأرقام تقول تم رمي قنطار ونصف من الخبز في خمسة أيام فقط، أرقام مهولة تكبد الخزينة العمومية أرقاما كبيرة. نشاهد هذا الموضوع ثم نعود النقاش. تتكرر كل شهر رمضان، رمي الخبز في مكبات النفايات ظاهرة دخيلة على مجتمعنا. بكري كانت الناس تاكل الخبز قيسها برك، دوك انا شفنا، انا شاهدوا هذه الظاهرة تاع التبذير هذه، شغل تفاقمت بزاف. عندنا 10 ملايين باكيطة في العام، كما شغل الخبز هذايا جديد يشريه ويرميه، على ما يتعلموش هذيك السياسة نشري قيسي. ما بدير مش مليح. الخبز راه هاك وهكذا يتباع بالجهه، واش تاكل تشري، حنا نشرو ورمي، اشري ورمي، اشري ورمي، اشري ورمي، لا لا. كميات معتبره من الخبز يقوم اعوان مؤسسه النظافه ورفع النفايات المنزليه نتكوم برفعها خلال الشهر الفضيل، حيث تم استرجاع ما مقداره 1500 كيلوغرام خلال الايام الخمس الاولى. المؤسسة يعني سطرت برنامج تقني وبرنامج تحسيسي خلال كل شهر رمضان. البرنامج التقني وهو تجنيد 370 شاحنة و 4200 عامل لمحين يعملوا على طول شهر رمضان، وكاين هناك الجانب التحسيسي للمؤسسة قامت به يعني قبل شهر رمضان، 15 يوم قبل شهر رمضان، وهي على مستوى بدينا على مستوى المدارس وعلى مستوى الساحات العمومية، ونروحوا
المواطنين حتى للديار تاعهم. فجميل بالعبد وهو يعيش هذه الأيام الطاهرة، هذه الأيام الفاضلة وهذه الأيام المباركة، أن يقدر هذه النعمة التي يعيش، وإلا ففي لحظة من اللحظات إذا لم تشكر ستذهب هذه النعمة، وسيحرم الإنسان من هذه النعمة العظيمة. الإسراف وتبذير الخبز يبقى من السلوكيات السلبية والمحرمة شرعا، والتي تكبد الخزينة العمومية مبالغ مالية طائلة. يعني صور مؤسفة نراها اليوم في الشهر الفضيل، كيف يمكن استغلال هذه الصور السيئة وإعطائها بعد آخر من خلال تدوير النفايات أيضا؟ اولا اريد ان اشكر كل عمال النظافه لشركه نتكوم اللي يقوموا بعمليه العمليه اللي يقوموا بها يوميا من خلال رفع النفايات خاصه خلال شهر رمضان. شركه نتكوم ترافقنا في هذه الحمله، غدا ان شاء الله حيكونوا متواجدين معنا من خلال ابراز كميه النفايات اللي المواطن يقوم باخراجها يوميا. عندهم ارقام يقوموا بوضعها على مختلف المواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسة نتكوم، لنحن نستند من هذه التقييمات. نعم احنا في من خلال صبر الاراء اللي قمنا به اكدنا في من خلال الاسئله على كميه الخبز. السؤال الاول اللي قمنا به هو كميه الخبز اللي يشتريها يوميا المواطن الجزائري، يعني الماده الاكثر استهلاكا اكثر تبذيرا واكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الكريم. من خلال المطويات وايضا القرص المضغوط وضعنا وصفات إعادة تدوير الخبز من خلال عدة وصفات تقليدية. احنا نعرفوا في العادات والتقاليد تاعنا من خلال أجدادنا الخبز، نعمة الخبز ما تترماش في النفايات، يقوموا باسترجاعها من خلال عدة وصفات اللي نقوموا بها. هذه الظاهرة السلبية اللي نتأسفوا اللي نشوفوها في المجتمع الجزائري، وتفاقم هذه التفاقم، ما نقولوش احنا نقولوا الخبز ليست نفاية، الخبز نعمة لازم نقدروها، نقولوا ما نقدروا النعمة وما نخلوهاش تترمى في النفايات، لأن الخبز راهي نقدروا نستغلوها في عدة أشياء ما نستهلكوهاش نستهلكوها بطريقة عقلانية. حنا من خلال صبر الآراء اللي قمنا به العام الماضي كان هناك سألنا عديد من اللي كانوا معنا في مستوى المراكز التجارية ومستوى الأسواق الظاهرات شراء الخبز. يقول لك في المنزل الأب يشتري الخبز، الأم تشتري، الأخ يشتري، كل واحد يشتري الخبز اللي يحبه، وكل واحد يشتري، واحد يشيل الخبز بالسميد، واحد يشيل بأشكال متعددة بأشكال متنوعة، ويلقاو روحهم في آخر النهار تذهب إلى القمامة للأسف. إذا لابد هناك يكون هناك وعي لدى المستهلك، وهو دور أيضا مختلف الجمعيات والقطاعات للتحسيس بهذا الموضوع. السيدة عاشوراء حياة رئيسة دائرة التربية والتحسيس بالمعهد الوطني للتكوينات البيئية التابع لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك على الاستضافة. شكرا. مشاهدينا الكرام، أنتقل بكم الآن إلى فاصل قصير ثم نعود. كل يوم في الظهيرة نسلط الضوء على ملفات سياسية واقتصادية وتنموية. على مدار الأسبوع نرصد لكم آخر الأحداث، ندقق في التفاصيل والحيثيات والخلفيات. من كل قطاعات التنمية ضيوف في بلاتو الظهيرة للتحليل والنقاش. الراهن السياسي والبرامج الاقتصادية والتنموية على طاولة الظهيرة بالنقاش والتحليل. نقترب من المواطن من خلال خدمة عمومية يومية في برنامج الظهيرة. أنا العربي بنستادة، انتظروني في برنامجي الظهيرة على القناة الإخبارية. أنا فايزة باشي، انتظروني في برنامج الظهيرة عبر إخبارية التلفزيون الجزائري. أنا فريدة رحمي، انتظروني في برنامج الظهيرة على القناة الإخبارية. الظهيرة تأتيكم من الأحد إلى الجمعة في الثانية والنصف زوالا، أما يوم السبت ففي تمام الثانية زوالا على القناة الإخبارية.
مشاهد التبذير ومظاهر الاستهلاك الغير عقلاني تتكرر إذن برمضان، مما يؤدي إلى آثار اقتصادية كبيرة بالنظر إلى التكلفة المالية المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالمواد الضرورية. وللحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد الهواري تغرسي، محلل اقتصادي، أهلا بكم. شكرا، بارك الله. إذن كما كنا نتابع سيدي، التبذير لا يكلف جيب المواطن فقط بل يتعدى إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني. طبعا أول مرحلة هو أكيد لأنه يتعدى خاصة في الميزانيات، لأنه لما نحكي من الميزانيات بالنسبة للطبقات الضعيفة تقريبا يكلف ضعف الميزانية من خلال شهر رمضان، من ضعف تقريبا إلى ربع مرات، وهذا طبعا يشكل خطر على المواطن وعلى طبعا الاقتصاد الوطني، لانه لما نشوف طبعا السلطات العموميه من خلال الامكانيات لاستقطاب ولطبعا استيراد الامكانيات هذه وتضاعف الامكانيات، والدليل انه نشوف تقريبا ضغط كبير على كثير من المواد الاساسيه، وحتى تمويلها طبعا راح تكون من ميزانيه الدوله باموال كبيره، ولكن بالمقابل مفروض هذا من خلال شهر رمضان حتى الوجبات تقريبا، لانه وجبات في 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 الشهور الاخرى ثلاث وجبات، هنا تقريبا وجبتين، مفروض نكون تخفيض بالنسبه للعمليه الاستهلاكيه، وحتى بالنسبه للمنظومه الماليه تكون توفير بالنسبه للمواطن، يكون الاقتصاد بالنسبه للمواطن، ولكن بالعكس بالنسبه للدول الاسلاميه كلها، لانه هناك طبعا ارقام، طبعا لازم لما تسمعي ارقام الموجوده في كثير من الدول، وخاصه مثلا السعوديه تقدر مستوى تقريبا 10.66 مليار دولار، هذا رقم طبعا مهيب، رقم طبعا لما نشوفه هو ميزانيه دول طبعا الافريقيه، نظن انه هناك تبذير يجب على المواطن، وحتى بالنسبه للجمعيات كذلك انه دور الجمعيات مهم، خاصه بالنسبه للعمليه التحسيسيه لجمعيه المجتمع المدني، جمعيه حمايه المستهلك، حتى طبعا الحضور في كل الاسواق، حتى التعامل مع التجار كذلك انه يجب تثقيف التجار وطبعا تحقيق هذه الرشاده فيما يخص التجار، لانه حتى قبل رمضان وبعد رمضان وفي رمضان نسمع انه هناك عمليه اشهاريه بالنسبه للتجار، وطبعا يغري هذاك المواطن، هو حتى هو يتحمل مسؤوليه في هذا الجانب. نظن كيف يمكن انه نوفر نموذج اقتصادي من خلال شهر رمضان، ومن خلال طبعا استعمال كل الآليات، سواء بالنسبة للآليات اللي موجودة في الشؤون الدولية من خلال المساجد، ومن خلال طبعا تحسيس اشراك كل الفاعلين في الجانب هذا، ولكن بالمقابل شفنا انه امكانيات طبعا لما يوصل لرمضان طبعا كل السلطات العمومية وكل مسؤول وكل تتأهب. وكل رئيس البلدية وكل رئيس دائرة وكل ولي، كانه طبعا العالم تغير في هذا الشهر، ينبغي انه نفهم انه من خلال شهر رمضان، هو رمضان طبعا للتقرب لله سبحانه وتعالى، كيف يمكن انه نقدم نستغله لصالحنا وصالح صحه المواطن، نعم لصالح صحه المواطن ولصالح الفقير كذلك، كيف صحيح. يمكن انه ندعم طبعا هذيك الفقير ونرفع طبعا من هذا الغبن بالنسبه للمواطن البسيط. حتى استاذ لابد ان يكون لدى المواطن وعي في الاستهلاك العقلاني لمختلف المنتجات، لو اخذنا مثال فقط لشخصين يتقاضيان نفس الراتب لكن مستوى المعيشه يكون فرق بين مستوى المعيشه لهذين الشخصين من خلال سبب تفاوت في إدارة النفقات الذي لابد يكون تكون دراسة في إدارة النفقات بالنسبة لشهر رمضان خصيصا. أكيد، ولكن لا يمكن طبعا نشوف أنه هذا العقائد اللي موجود أو العادات اللي موجود حتى بالنسبة للعادات والتقاليد وكل معنا في المجتمع تدخل في الجانب هذا، لما نحكي على نقطة مهمة جدا، لما نشوف بعض العائلات اللي موجودة في القصبة في رمضان طبعا يعيش بهذاك المستوى، ولو في النهاية يبيع آليات موجودة في البيت تاعو، بالك يبيع لك التلفزيون اللي عنده، ولكن رمضان ما تلعبلوش، وهذا نظن خطأ كبير، ينبغي طبعا انه كل واحد يمشي على حساب الميزانيه نتاعو. انا قلت لك حسب دراسه موجوده انه خاصه الطبقات الادنى تعيش او تصرف في المقابل اكثر من بين ميزانيتين الى اربع ميزانيات في خلال شهر رمضان، وهذا راح يكلفهم عيب كبير في المرحله القادمه، لانه ما يقدرش ينظم الميزانيه نتاعو في المرحله القادمه من خلال هذه الديون الواخر المستحقات واللجوء الى كثير من الممارسة طبعا الغير مقبولة والغير معقولة. إذن يجب تنظيم العملية، ولكن بكل صراحة عندنا كثير من المسؤوليات، وحتى بالنسبة للقطاعات اللي مفروض تكون تنظيم وضبط السوق الوطنية هنا، لأنه حتى أنه
ولما نشوف انه اشكاليه الاسعار اللي موجوده في رمضان، لما لا تحدث طبعا هذه الاشكاليه في المراحل السابقه، معناتها انه الجشع اللي موجود خاصه في المواطن والموجوع عند كذلك التاجر ياثر على العمليه، كيف يمكن انه ننظم السوق بطريقه عقلانيه ويمكن انه هذه الرشاده نقدمها حتى بالنسبه للسوق من خلال طبعا المنتج، من خلال البائع، من خلال طبعا كل مستهلك. وطبعا نأكد على نقطة مهمة جدا، حضور طبعا المجتمع المدني لتثقيف طبعا وترشيد المواطن في الأسواق العمومية. طيب، نتحدث من جهة عن التبذير والإفراط في استهلاك مختلف المنتجات الغذائية من قبل المواطن، من جهة أخرى يشتكي المواطن في بعض الأحيان من ارتفاع الأسعار، كيف يمكن تحليل هذه المعادلة الغير منطقية؟ والله غير منطقي، لانه يشتكي طبعا من غلاء اسعار ولكن يقوم بهذه الممارسه، يشتري هذه المنتوجات برغم طبعا ارتفاع الاسعار نتاعها، وهذا هو الاشكاليه، لانه لما نشوف التبذير مثلا مرتبط بعمليه التبذير كذلك، ومرتبط طبعا تحسين سلوك المستهلك في المرحله القادمه. ينبغي طبعا لنا شخصيا، انا استاذ جامعي ومداخلي الحمد لله، ولكن لما نشوف اللحم في مستوى معين ما نشريش اللحم، لما نشوف طبعا خضر او بصل في اسعار معينه ما نقومش بالعمليه، لانه ما نقومش لانه حاجه الاولى حق، وحاجه الثانيه انه نضامن مع هذاك المواطن اللي ما عندوش امكانيات باش يشري طبعا هذه السلع. هنا مهم جدا انه لو طبعا نحسن ونثقف طبعا في هذه الممارسات في المرحله القادمه، اكيد انه حتى الاسعار يمكن طبعا، ولكن لما تحط سلع وطلبات كثيره ويبقى انه قانون العرض والطلب في الجانب. طيب، من بين المواد التي يكثر عليها طلب في الخبز كما تابعنا منذ قليل والارقام مهوله، رقم قنطار ونصف من الخبز في 5 أيام فقط من شهر رمضان، كيف نفسر ذلك؟ نعم، لما نشوفوا الارقام موجوده ارقام غير صحيحه، تقريبيه ما بين طبعا 5 ملايين حتى 9 ملايين الخبزة تقريبا يوميا، هنا نحكوا على حوالي 900 مليون خبزة موجودة في خلال السنة، رقم طبعا مهيب جدا. لما نشوفوا القيمة نتاعو تقريبا هو أكثر من 10 مليون دولار موجودة بالنسبة لها عملية الخبز فقط، وطبعا هذه معناتها هذا الفائض اللي يرمى طبعا في المزابل الموجودة يوميا. إذا أنه ينبغي طبعا نظن انه الاشكاليه اللي موجوده في الجزائر طبعا بساطه السعر هو عنده تاثير كذلك، انه لما تشوف 10 دينار يحجب الخبزه يقول لك نجيب 10 ونجيب 12، ولكن انا نرتقب طبعا المرحله القادمه، مهم جدا انه نحسن من خلال قانون مهم جدا اللي هو 188 من قانون الماليه 2022، كيف يمكن توجيه الدعم في المرحله القادمه، لانه انا لما تعطيني امكانيات ماليه كبيره ولكن تقول لي الخبز يسوى كذا اكثر من هذه القيمه دون ذكر المواطن ممكن يزعف، لما تقول لي هذا نقول لا انا ما نجيبش 10، انا نجيب 2، انا نجيب 3، وبالتالي انه نرتقب طبعا حل اشكال الدعم اللي موجود في الجزائر، لانه من بين المشاكل اللي موجوده خاصه ولما تشوف المواد اللي موجوده في السوق الوطنيه واللي ازمه عليها واللي طبعا احتكار فيها، هي المواد الاساسيه المدعمه خاصه من طرف طبعا السلطات العموميه اللي تحملنا ميزانيه كبيره. لما نشوف طبعا نشوف اشكاليه الدعم في الجزائر بصفه عامه تقريبا 20 مليار دولار، ولما نشوف نحكوا على 20 مليار هي ميزانيه الدول، كيف يمكن نعطيك هذا الفائض هذا نحسن طبعا من مداخيل تاع كذا، واش معناتها انه لما نفقات. نعم، لما نقول لك باللي انا يا راح نحي لك الدعم، لا انا نعطيك اموال وتكون عندك قدره باش تسير الاموال تاعك، عوضا من الاموال هذه نعطيها لك بطريقه مدعمه وانت ما تعرفش تسير العمليه، والدليل انه رانا نشوفوا طبعا الامكانيات اللي موجوده. لما نشوفوا انه حتى قضيه التبذير في رمضان تقريبا يزيد اكثر من 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 20%، وهذا اشكال كبير. لما نشوفوا مش فقط لانه ما عندناش وسائل استرجاع في المستوى، كيف يمكن كذلك مهم جدا من 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 نغطوش الشمس بالغربه، نقولوا انه ما عندناش وسائل استرجاع هذه الموارد، تدوير النفايات كما كنا نتحدث مع ضيفتي طبعا الأولى. تدوير النفايات اللي موجوده حتى في العاصمه لم نرتقي الى هذا المستوى، دون طبعا ذكر البلديات اللي موجوده بعيده عن العاصمه. ما هي الاليات التي لابد الاعتماد عليها اليوم للانتقال الى الاقتصاد الاخضر؟
نعم، حاجة الأولى أنه لازم تكون مبادرة من السلطات العمومية وخاصة القطاع الوزاري على مستوى كل بلدية، لأنه لا يمكن طبعا القطاعات الوزارية أن تقوم بالعمل دون البلدية. البلدية هي الأم، كيف يمكن طبعا حلقة متكاملة، طبعا هي متسلسلة. نعم هناك بعض المشاريع اللي موجودة على مستوى الوزارة، ولكن ينبغي طبعا تفعيلهم في الواقع على مستوى، خلينا نقول لك لما تشوف المزابل وتشوف انه في كثير من في يوميا الناس تبحث على قارورات بلاستيك، والناس تبحث على كذا، كيف يمكن انه ننظم العمليه وتكون عمليه مضره لارباح بالنسبه لي، بالمنفعه للاقتصاد، منفعه بالنسبه للبلديه، انا نبيع لك هذا منتوج، انت كيف يمكن نحسن حتى انه قضيه التصنيف. طبعا بالنسبه لي هذه المنتجات نعتبرها منتجات تصنيف نتاعها، ولما نشوف مثلا في الخبز فقط تصيبوا بالك يديم 1000 خبزه يوميا، ولكن لا حاسب ولا رقيب، ما كانش اللي حاسبه قل لا يمكن انت تستثمر في الجانب هذا، ولكن بعد وقت معين شهر شهرين هادو طبعا الامكانيات ولو تابعين للبلديه في المراحل القادمه ونبيع لك المنتوجات هذه. كيف يمكن طبعا القيام بتدوير هذه المنتجات وخلق المؤسسات، لانه الفكره موجوده بالنسبه لخلق مؤسسات ولكن ما زالت ضعيفه، كيف يمكن على مستوى كل بلديه نصيب على الاقل 3-4، نوصل الى 10 مؤسسات في البلديات الكبرى، بالك 10 مؤسسات او 20 مؤسسه، باش تكون عملية تدويرية بالنسبة لي طبعا هذه الفضلات بصفة عامة. هنا راح تدخل طبعا بالنسبة للبلدية راح تدخل لك ميزانية، راح توفر لك طبعا عمالة، راح توفر لك طبعا ممكن جدا إجراءات تحفيزية لطبعا تنظيم العملية، راح تكون عندها طبعا اثار ايجابيه على البيئه ايضا. نعم حتى بالنسبه للبيئه لان تكون عندها اثار ايجابيه بالنسبه للمواطن وبالنسبه للبيئه وبالنسبه حتى للسلطات العموميه اللي راح تخفض من التكاليف نتاعها. طيب هناك ظاهره اخرى لاحظناها خلال شهر الفضيل خصيصا، هو تكديس المواطنين لبعض المنتجات الغذائيه، في بعض الاحيان حتى تنتهي صلاحيه هذه المنتجات التي تكون مكدسه داخل البيوت، وهذا ما سيخلق تذبذب في توزيع المنتجات ويكون المواطن شريك في هذه العمليه. والله شوف مسؤوليه من المواطن وحتى بالنسبه للمسير، لانه المواطن أكيد لما المواطن ما تكونش عنده دراية بالإمكانيات هذه وبوجود المنتجات على طبعا طول سنة والنقص، حتى شفنا أنه التجربة في دول أوروبا لما تكون منتجات طبعا غير موجودة، شفنا فوضى، كان فوضى عريمة، تقولي هذاك البلد عمره ما كان البلد، هذا البلد اللي ممكن نحكوا عليه لا. إذن ينبغي طبعا تدريب المواطن كذلك على توفر المواد، لأنه الرشادة حتى في عملية التسيير لما نحكو على ضبط السوق الوطنية، نحكو نعطيك مثال فقط بسيط، تقريبا 600 سوق محلية على مستوى محلي خربت وراحت إلى مستوى آخر، لأنه ما عرفناش كيف يمكن تنظيم السوق هذه، كيف يمكن أن تمنح السوق هذه، كيف يمكن أن نسير السوق هذه، كيف وبالتالي أنه شفنا أنه في خلال شهر رمضان إجراءاته خاصة بالنسبة لتقريب الأسواق بالنسبة للمواطن جميل جدا، ولكن غير كافية لما نشوفه تقريبا الأسواق الجوارية 400 سوق، لما نحكي على 400 سوق مقارنة مع 1500، مهم في بعض خاصة في المناطق الكبرى أدت الدور نتاعها دور طبعا، ولكن بالمقابل كيف يمكن تنظيم سنوي بالنسبة للأسواق تاعنا، كيف يمكن طبعا تنظيم سنوي بالنسبه للتاجر، بالنسبه لي يدخل للسوق، بالنسبه لي يخرج للسوق، بالنسبه للاسواق تكون هناك مراقبه يوميه طبعا مراقبه حتى بالنسبه للاسواق الكبرى، وهنا لازم نرتقي الى منظومه رقميه. صحيح، من نحكي على المنصات الرقميه، المنصات الرقميه تسهل العمليه بشكل كبير، تسهل العمليه ونقدر نعرف. المهم انا نطرح سؤال نقول لك ما هو عدد انتاج البطاطا في الجزائر؟ تقولي لي ولا واحد يعرف، ولكن لو عندنا منصة رقمية اللي موجود في والسوف ممكن يعطي البنت يقول انا عندي 20 قنطار بطاطا، اكتبي لي 20 قنطار بطاطا، ولكن منصة رقمية بمنظومة رقمية بسيطة كبساطة الفلاح.
لانه نكتب منصات رقميه ونختم منصات رقميه بمستوى عالي اللي يفهمها طبعا المسؤول فقط، هذا اشكاليه. كيف يمكن طبعا الولوج الى منظومه رقميه؟ لانه منظومه رقميه تعطيك منظومه احصائيه وتعطيك ثقافه المواطن، معناتها ممكن المواطن يعرف انه المنتوج راه موجود في كل مكان، لانه شفنا انه الامكانيات كانت كبيره من السلطات العموميه. لما نحكوا على الدقيق جابوا، لما نحكوا على اللحوم جابوا، لما نحكوا كل الامور جابوا، ولكن كان سوء تنظيم في السوق الوطنية. وهذا ما كنا نتحدث عنه مرارا من خلال مختلف بلاتوهات برنامج الظهيرة. بما أنك تحدثت عن أهمية الرقمنة في هذا المجال، نتحدث إلى أي مدى يساهم دعني أقول الشراء الذكي، أو أتحدث هنا عن التجارة الإلكترونية التي ستساهم بشكل كبير في دفع التجار إلى تقديم أفضل ما لديهم؟ أكيد طبعا، لما نحكو على التجارة الإلكترونية ونحكو على خاصة لأنه شفنا مشروع مهم جدا هذه السنة، وطبعا الحكومة مشكورة في الجانب هذا، اللي هو المقاول الذاتي. لأنه المقاول الذاتي يعتني بهذه المؤسسات اللي موجودة طبعا في الخارج، في سوء الحظ أنه موجودة في سوق الموازية ولكن تعطي وزن كبير. فقط هو عملها إيجابي بامتياز، فقط أنه دور الحكومة في مراقبة هذه المؤسسات، دور طبعا السلطات او دور طبعا القطاعات الوزارية في الحصول على حقوقها. هناك طبعا حقوق وهناك طبعا واجبات. هنا نحكي الحقوق، قضية الضرائب، قضية طبعا تأمينات، قضية المتابعة، وهو حتى المواطن يقبلها، يقبل لانه لما نشوفوا القيمة الأصلية نتاع الرسم فقد طبقت عليه لقيمة 5%. ضريبة بسيطة جدا، ويمكن استقطاب المرحلة القادمة بالنسبة للمنظومة الرقمية اللي هو التجارة الإلكترونية. نظن عملها طبعا كبير، ولكن تفتقر إلى بعض التطبيقات في الواقع، لأنه لما تشري ونشري ما عندكش ضمانات. لما يجي لك المراقبة، نتحدث دائما عن المراقبة. إشكالية المراقبة، أنا مرة شريت حذاء ولكن جابوا لي حذاء، ولكن قال لي أنا نعطيه لك بلا ما تشوف، مغلوق انا طاوه لي نجيبه لك بدون ما شفتش، انا ما نعرفش المنتوج، من هو اصل المنتوج كذا. قلت لي انه وهنا نتحدث عن القوانين التي لابد ان يتم دراستها للتحكم في التجاره الالكترونيه اكثر. نعم اكيد، انه نحن نشوف ممكن جدا المرحله القادمه صدور قانون فيما يخص ضمن البرلمان هذا في سنه 2023 فيما يخص التجاره الالكترونيه، لانه كنا ناقشناها في الحكومات السابقه. نظن انه كاين جديد فيما يخص التجاره بصفه عامه والتجاره الالكترونيه في المراحل القادمه، تفصيل كل النقاط سواء بالنسبه لي، يجب طبعا لما نحكوا على النقاط هذو يجب الاستماع خاصه بالنسبه لهذه المؤسسات، وحتى بالنسبه للمواطن، وحتى بالنسبه للمستهلك، ما هي طبعا الخيارات وما هي الحلول وما هي الاقتراحات اللي ممكن طبعا تعطي اكثر قوه لهذه العمليه. نظن ويجب طبعا مصاحبتها بمنظومه رقميه ودفع رقمي في المستوى، لانه مهم جدا، لانه هناك اموال موجوده في سوق الموازيه، ولكن لما لا ننظم العمليه بمنظومه رقميه او دفع رقمي حقيقي، من شانه انه يخلص لك طبعا او ينقص من طبعا السوق الموازيه، وحتى بالنسبه لي طبعا الاموال اللي موجوده في سوق الموازيه. نظن انه هناك عدة مشاريع راح نشوفها في المرحلة القادمة، الهدف منها كيف يمكن مراقبتها، نرتقب تغيير حكومي هذا ممكن جدا يعطينا إجراءات عملية خاصة في قطاعات المهمة اللي مرتبطة بالاستثمار، نحكي على الصناعة وطبعا التجارة والسياحة، يعطونا حلول عملية وضروري أنه يجيبوا لنا الحلول هذو في المراحل القادمة، لأنه شفنا طبعا نعانوا في رمضان دائما، وإمكانية مالية كبيرة طبعا لدعم السوق، ولكن ينبغي طبعا تنظيم السوق وشهر رمضان هو شهر للتعافي وإنعاش الاقتصاد الوطني أكيد. وليس العكس. الدكتور الهواري تيغرسي محلل اقتصادي، شكرا جزيلا لكم. ربي يخليك، شكرا. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فاصل ثم نعود إلى بلاتو الظهيرة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، والتي سيكون لنا فيها حديث عن الاستراتيجية الجديدة للبحث العلمي في الجزائر، والتي تقوم على تجنيد الباحثين لتحقيق الابتكار الصناعي. الحديث بغية الوصول إلى تسويقه بالنظر إلى المؤهلات الموجودة والتي تعكس جاهزية الباحثين لتطبيق قاعدة البحث العلمية التي تتماشى مع الرهانات الكبرى الحالية. ومركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة ببحث بالعاصمة وحدة للبحث والتطوير وكذا التصنيع. وللحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد محمد طرايش مدير مركز تنمية التكنولوجيا المتطورة. سيدي أهلا بكم. أهلا وسهلا. بداية حديثنا نتحدث عن الاستراتيجية الجديدة للبحث العلمية التي تقوم على إيجاد الابتكارات وتسويقها، كيف ذلك؟ شكرا. الاستراتيجية الجديدة للبحث العلمي التي تمتد إلى سنة 2030 تقوم على إتقان التكنولوجيات وعلى نشر هذه التكنولوجيات، تسويقها بعبارة أخرى، وأيضا مواءمتها مع احتياجات المواطن واحتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي. يكون ذلك بآليات متعددة وضمن أطر كذلك متعددة موجودة حاليا، من بينها هنالك من الحلول المبتكرة ما يمكن تسويقها مباشرة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ممن يعني يأتون بإشكالاتهم إلى مراكز البحث، وكذلك يمكن تسويقها بالشراكة مع صناعي يضمن يعني إنتاجها، يضمن إنتاجها عبر سلاسل الإنتاج. وهنالك حل ثالث يكون عن طريق الشركات الفرعية التي بإمكان مؤسسات البحث أن تنشئها. الكثير مثلا مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة له شركة فرعية يعني تنشط في ميدان التكنولوجيات الاتصالات الإعلام والاتصال منذ ما يزيد عن 20 سنة، ولها العديد من المنتجات الموجودة على في قطاع الخدمات. ونحن أيضا الآن بصدد إنشاء شركة فرعية أخرى تسمى شركة سيدي تي خبرة، سوف تطلع يكون من مهامها الأساسية أن تسوق خبرة المركز التي تعود إلى أكثر من 40 سنة إلى الوراء. طيب، نتحدث الآن، أنت بصدد الحديث عن مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة والمتطورة المتواجد كما سبق وأن ذكرت بباب حسن، أي دور يلعبه هذا المركز اليوم في تطوير البحث العلمي؟ المركز هو مؤسسة وطنية عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، مهامها الأساسية هي تطوير التكنولوجيات المتقدمة، وهي تكنولوجيات تحسن وتفعل التكنولوجيات الصناعية، هي لذلك تسمى متقدمة. فيها الكثير من التكنولوجيات، حوالي 40 تكنولوجيا مختلفة يحوزها المركز، يعني من الروبوتيك والآلية إلى الإلكترونيات الدقيقة والمدمجة والمحمولة، كل ما هو ليزر، بلازما، تفاعل المواد، هندسة مواد متقدمة، يعني في الكثير كثير من التكنولوجيات. هذه التكنولوجيات تتميز بالثراء، لدينا خبرة كبيرة فيها، ولدينا الكثير من النماذج ومنتجات البحث التي ثمنت والتي تنتظر التثمين. وهذه المنتجات، هذا الرصيد من المنتجات، يعطينا الكثير من المرونة والكثير من إمكانية التفاعل وتلبية حاجيات القطاع الاقتصادي والصناعي في ظرف في بعض الأحيان قياسي. طيب، خلال زيارة الوزير مؤخرا إلى المركز وخلال تفقده لأرضية النمذجة الإلكترونية، تم الحديث عن أزيد من 95 مشروعا في البحث والتطور مع حوالي 35 شريكا اقتصاديا. صحيح، نتحدث عن هذا الموضوع. هي المشاريع البحث حاليا تربو عن 100، هي يعني كلها مشاريع يعني في إطار 7 برامج بحث، في البرنامج القاعدي الذي يمثل حوالي ربع المشاريع، وهناك برنامج ذو الصدى الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثل حوالي ثلث المشاريع، وهنالك أيضا البرنامج ذو قصير الأجل، يعني هي مشاريع تكون أو تنجز في خلال أسابيع إلى أشهر بما لا يزيد عن عام، تمثل أيضا ربع المشاريع، وهناك مشاريع الشراكة التي تمثل أزيد من ثلث المشاريع.
هي كلها مشاريع تطور التكنولوجيا في بعض الأحيان، تكنولوجيا يعني الدقيقة أو المتقدمة، ويجري تطبيقها مع شركاء في قطاعات النشاط، يعني قطاع الصحة، قطاع المياه، قطاع الطاقة، قطاع النقل، قطاع الفلاحة، يعني قطاع الصيد والمنتجات الصيدية، قطاع الرقمنة، قطاع الصناعة، قطاع البيئة، قطاع الداخلية، يعني هناك الكثير من القطاعات تشمل كل القطاعات. ماذا نطور؟ نطور حلول، نطور أنظمة متعددة الاختصاصات تقوم بها فرق بحث متعددة الاختصاصات وأيضا متعددة المراتب، يعني تجدين الباحث الدكتور مع المهندس مع التقني إلى آخره يعملون معا في هذا الإطار وبالشراكة مع الشركاء. يعني في خلال البحث والتطوير هناك يعني مستويات للنضج التكنولوجي، بداية من المستوى الرابع يصبح لزاما يعني العمل بالشراكة مع الشريك، لأنه يمكن من تحديد الخيارات والفصل في بعض الخيارات، وأيضا إضفاء نجاعة من حيث الوقت وقت الإنجاز، وأيضا الكلفة المالية للإنجاز. يعني المرونة لدينا من المرونة ما يكفي لتلبية العديد من الحاجيات، ولمسنا ذلك لدى الشركاء. كثير ممن كان يعني لا يظن أن هنالك مركز من هذا النوع في الجزائر، هي كانت ربما يعني قلة في المرئية، لكن الأمور يعني تأتي إن شاء الله خطوة خطوة. طيب كيف يمكن لمنتجات مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة التي يتم التركيز عليها من خلال هذا المركز أن توفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني؟ القيمة المضافة هي أولا قيمة من حيث الخبرة، قيمة من حيث المرافقة، من حيث المرافقة في من حيث مثلا ضبط دفاتر الأعباء مثلا بالنسبة لشراكات بين الجزائر أو متعاملين خارجيين، وكذلك هنا قيمة كبرى تنتج عن المرونة التي نوفرها للمتعاملين أو للشركاء، لأنها بإمكاننا مثلا التنويع في ميزات أو ميزات المنتجات، وكذلك بإمكاننا تلبية بعض الطلبات الخاصة بمنتجات مثلا من نوعية خاصة، وكذلك بإمكاننا المرافقة حتى بعد تسليم المنتجات بإمكاننا المرافقة. لا يخفى عليكم أن التكنولوجيا الآن أصبحت تتطور بشكل يعني سريع، والعديد من شركائنا نقدم لهم حلول ويلحون علينا لمرافقتهم لمدة سنوات وسنوات لمواءمة هذه الحلول مع تقدم التكنولوجيا، يعني إصدار طبعات جديدة من الحلول إلى آخره. هذا عدا ما يختص في بعض الأحيان تقاسم الملكية الفكرية أو التنازل عليها، كذلك في كثير من الأحيان نوفر تكوينات لعمال ومهندسين وتقنيي الشركاء، نكونهم على المنتجات والنماذج والحلول التي نوفرها لهم. طيب تحدثنا عن نقطة مهمة وهي الملكية الفكرية، كيف يمكن الملكية الفكرية أن تلعب دورا مهما اليوم في تعزيز البحث العلمي والإبداع والابتكار عموما؟ الملكية الفكرية هي مرآة شخصية الباحث والمهندس والتقني، وهي ضمانة أو حماية للاستثمار الذي يقوم به الشريك. كل شركائنا يعني نوفر لهم أو نطور لهم نموذج، وهذا النموذج يجري بعد ذلك تصنيعه في يعني عبر سلاسل أو خط الإنتاج، وخط الإنتاج هو في حد ذاته استثمار من طرف الشريك، وهذا الاستثمار يجب حمايته من المنافسة. يعني لا أحد يعني في الميدان الصناعي بإمكانه أن يسوق منتوجا إذا لم تكن له ملكية فكرية أو له رخصة من الملك الأصلي، ولذلك نحن في كل المنتجات التي نطورها نوفر الملكية الفكرية للشريك، ويجري تثمين هذه الملكية الفكرية بمختلف الصياغ، يعني عبر مثلا تسويقها مباشرة ودفع ثمنها، أو عبر الدخول بنسبة معينة مثلا في مع الشريك بذلك، وهي أيضا حماية للباحثين ومن المنافسة الأجنبية أيضا. وكذلك الملكية الفكرية
بإمكانها أيضا أن تضمن تواصل المجهود البحثي والمجهود العلمي، لأنها تعطي لكل حق حقه ضمن فريق البحث وأيضا ضمن الفرق التي تأتي من بعد. طيب، تتفق معي إذا قلت أن مجال الإبداع والتكنولوجيا والابتكار فيه نوع من المخاطرة، يمكن أن تعمل لمدة سنوات، قد تكون هناك نتيجة أو قد لا تكون هناك نتيجة، كيف يمكن إحداث هذا التوازن بين الإبداع والأمان والمخاطرة أيضا؟ هي لا نجاح بدون مخاطرة، صحيح، هذا من ناحية. ثانيا، في عالم التكنولوجيا هناك تحديات يومية وهناك أفكار يومية تأتي وهناك تعلم يومي، أو أقصد التحديات أكثر قربا للمعنى أكثر من المخاطرة. هذه التحديات في الحقيقة هي تحفز الباحثين وتحفز المهندسين، خصوصا عندما يكون هناك نفع متوخى من تلك المنتجات، نافع يمس المواطن أو يمس البلد أو يمس مثلا المجتمع. تجدين أن أغلب الباحثين في هذه الحالة يعملون يعني زيادة عن التوقيت أو الدوام الرسمي، يعملون حتى يعني خارج الدوام الرسمي بساعات، وهذا يأتي من الحافز الذي توفره التحديات، وهو مجال أيضا لإثبات شخصية الباحث أو شخصية المهندس خصوصا الفئة الشابة. المخاطرة، خلينا نقول المخاطرة تخلق تحديات والتحديات تخلق الحافز، والأفكار هي سلسلة من الأفكار، يعني كل يوم بأفكاره. وهناك ومن بين كل الأسئلة سي بلوتو اون فوكاسيون، يعني هي رسالة وهي تحدي وهي فيه الكثير من الأمور تتسق بمعاني سامية وقناعات أيضا. طيب، من بين المشاريع المهمة على مستوى المركز نتحدث عن الرادار المتحرك الكاشف للحرائق الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله ب 80%، نتحدث بصورة أوسع عن هذا الرادار. وصحيح، هو هذا المنظومة هي منظومتين مدمجتين في منظومة واحدة. تطبيقاتها هي أولا الكشف عن الحرائق في وقت مبكر، يعني بدل أن يكون الكشف الحريق ساعات بعد انطلاقه يكون في خلال دقائق، وتعطى المعلومة إلى المصالح المختصة، إلى أن المصالح المختصة يعني أصبحت تركز على المنظومة الثابتة بدل أن تكون متحركة. نحن الآن بصدد يعني تصميم هذه المنظومة الثابتة التي توافق أكثر الحاجيات الوطنية. كذلك له تطبيق آخر هو الكشف عن ملوثات الجو، كل ما هو ملوثات يعني غبار أو بشكل بخار ماء أو غازات ملوثة إلى آخره. إذن له استعمالين مختلفين تم تطويره في خلال سنوات، وهو الآن يعني في حالة النضج. هناك فريق يقوم بالعمل في هذا الإطار، لو أيضا فوائد علمية يعني تجريبية علمية زيادة عن الفائدة لقطاع الغابات أو لقطاع الفلاحة. طيب، إلى أي مدى يصبح اليوم التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الصناعية مهم جدا في هذا المجال؟ هو مهم جدا، لأنه إذا نظرت إلى الإشكالات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والصناعي، فإنها إشكالات متعددة الأوجه وتتطلب يعني لمعالجتها أو لحلها فرق، وليست باحث واحد أو مختص واحد أو أستاذ واحد ليس بإمكانه معالجة أو الاطلاع بتلك الحلول، إنما هي عمل يتطلب فريق عمل، وفريق العمل يتطلب بيئة عمل أو بيئة بحث التي تتطلب كثيرا من المروءة، إن على المستوى التمويل أو على المستوى الإجرائي أو على مستوى أيضا بث روح الفريق، يعني مثل كرة القدم. صحيح. يعني لاعب واحد مهما كان ممتازا إلى أن النجاح يصنعه الفريق، لا يصنعه امتياز لاعب واحد. نفس الشيء في ميدان البحث العلمي، في الجامعات تنظيم الجامعة هو تنظيم أكاديمي ينتج الأفكار وينتج المفاهيم، وبحوثه تكون بحوث موجهة لإنتاج هذه الأفكار والمفاهيم وأيضا للتكوين، وغالبا ما تتسم بوحدة البحث يكون في إطار يعني مخابر تتسم بوحدة الموضوع أو وحدة اختصاص، بينما البحث الموجه للتطوير يعتمد على البحث الأكاديمي كبحث قاعدي.
إلى أنه بما أنه موجه للتطوير يعني تشكيله المثالي هو تشكيل متعدد الاختصاصات، تقوم به فرقة كما أسلفت. على الفرقة أن تتحلى بروح الفريق، لها يجب أن يكون لها من المرونة الكافية لأنها تعمل على تحديات، لأنه كل الإشكالات التي تأتينا من الصناعة هي إشكالات مضبوطة بمواقيت وبجداول، يعني تخلق تحديات. لذلك فريق البحث يعمل بالتضامن. يعني هناك أيضا الكثير من الشراكة مع الجامعات، نستقبل مئات من طلبة الماستر وطلبة الدكتوراه للتكوين والتربص في التكنولوجيات التي يحوز فيها المركز الكثير من التجهيزات، يعني خلافا لما هو موجود في الكثير من الجامعات. وهنالك أيضا تميز للمركز من حيث الاختصاصات الموجودة فيه، هي يعني تأتي بعد التدرج، لا تأتي في المسار العادي للدراسة الجامعية. كما أسلفت، الكثير من الأطروحات وتربصات تجري في المركز يوميا، فيه العشرات من الجامعات والمدارس العليا التي ترسل طلبتها. هناك اتفاقيات بين المركز وهذه المدارس العليا والجامعات، وهناك أيضا شراكات ضمن مشاريع بحث، يعني إن على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي في الإطار الثنائي وأيضا في إطار متعدد الأطراف. طيب، ما هي أهم المعوقات التي تواجهونها في مجال البحث العلمي أو البحث التكنولوجي أو في مختلف الابتكارات التي تقومون بها؟ المعوقات هي معوقات الوقت ومعوقات المرونة. يعني البحث الذي نقوم به هو بحث ابتكاري يومي يتطلب الكثير من المرونة في الجانب الإجرائي. يعني وكذلك هي معوقات، خلينا نقول، ربما تنظيمية. يعني لدينا الأهلية القانونية لاستحداث أو لإنشاء شركات فرعية، لدينا الأهلية القانونية أيضا لاستحداث وإنشاء حاضنات مؤسسات، لكن عملنا يتطلب الكثير من المروءة، المرونة للسماح للباحثين والمهندسين والتقنيين للعمل كخبراء إن على مستوى المركز أو على مستوى المؤسسات الصناعية والاقتصادية. ولقد أثبتتم جدارتكم من خلال مختلف ما يعطيه هذا المركز من خدمة ابتكارية وعلمية دقيقة. محمد رايش، مدير مركز تنمية التكنولوجيا المتقدمة، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام برنامج أخبار الظهيرة لنهار اليوم. شكرا على المتابعة، في أمان الله.